السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد من قناتي أنا موسن. شخباركم يا بنات؟ إن شاء الله تكونون طيبين. اليوم جهزت لكم كذا فيديو حلو ومنوع في التسوق، وطلعت بعد أفطرت مرة أنا وبناتي وسويت كوكيز الصحي، وكمان سويت خلطة مرة روعة للبشرة، خاصة اللي عانوا من حبوب الشباب. يلا يا حلوات جهزوا قهوتكم قبل ما تحضرون فيديو حق اليوم، ولا تنسون الدعم بالاشتراك واللايك. الاكسسوارات عليها خصم 79. في كيلو وفي أكبر وفي أصغر. هذا الأكبر؟ في أكبر. كلهم نفس السعر؟ ما عندك مشكلة، شوف مثلا. وفي كذا بعد، شوفي. في الجنان. هذا المقاس الأكبر. هذا بكم؟ طقم هذا كم؟ الفضي 101 بس. البيت الجزم شكلهم غريب، 230. يا إلهي كيفكم مع الكعب؟ أنا ما ألبس كعب أبدا. يعني ألبس مرتفع شوي بس، لكن هذا لا. يا ربي ذات أشياء اليوم الوطني، نحلم ونحقق. حلوة مرة العبارة. أحلى شيء حبيته هو هذه، أنا سعودي. كان حلو. طلعت المول يا بنات، كانت يوم السبت، كنت مرة صراحة محتاجة عبايات، وقالت لي أختي إني رحت اشتريت من الأندلس عبايات مرة روعة وعلى 93 ريال، عندهم تخفيض مناسبة اليوم الوطني. فقلت يلا، ما صدقت خبر، قلت الأروى ورحنا وياها واشترينا لنا عبايات. ما شاء الله يا بنات، صراحة ما قدرت أدخل كل المحلات، وكان مرة السوق زحمة. وفي هذا مول الأندلس، وكمان جنبه مول ثاني اسمه عباية عاد. إذا حابين تروحون ترى في مرة تخفيضات تهبل على العبايات. أنا أخذت عبايتين، كل عباية معها طرحتها، وأخذت لي عاد نقابين. النقابات لا، مو مع العباية. هذه العباية الأولى، حبيت أخذ واحدة واسعة، بس صراحة ما مداني إني أركب لهم الأزرار. قالت يبي لي، لأن زحمة، قالت يبي لي ساعة، وقلت لا مو فاضي يعني أقعد ساعة، يمكن اوديهم الخياط. وهذه الثانيه، هذا موديلها، هذه ثقيله شوي، اللي قبلها لا خفيفه شوي. قلت يعني عشان الحين حر وكذا بلبس الخفيفه، ولما يبدا يعني تشكي وكذا ويثقل ويبرد الجو ابدا البس هذه، لانها ثقيله ما شاء الله. بس حبيت اوريكم عباياتي. هنا عادي يا بنات، كنت مسويه منقعه مره ومنقعه البان مر، عشان بسوي فيهم خلطات، خاصة عيالي شوي عندهم أحيانا تتهيج عندهم حبوب الشباب، فما في أحسن من المرة يا بنات لحبوب الشباب.
بعد هي ممتازة للبشرة، تشدها وتنقي وتنقي البشرة وتصفيها مرة صراحة. لأنتم عاد اكتبوا في جوجل عن فوائد المرة وفوائد البان المر للبشرة، وراح يطلع لكم ما شاء الله أشياء مرة روعة تحمسكم أنكم تسوون الخلطة. طبعا أنا حتى البقايا أنتم شايفينها بآخر الكاس، يعني بقاع الكاس، راح أستفيد منها، راح أطحنها. بعد أختي قالت لي عن وصفة مرة تهبل بالبان المر، تقول طحني، ونسيت صراحة وش باقي المقادير اللي قالتها، بس إن شاء الله بسألها وبسويها معاكم. تقولها مرة ممتازة، تشيل التجاعيد من البشرة وتشد البشرة وتصفيها. بس طبعا يا بنات لازم بعد هذه الخلطات لازم الترطيب، لازم ترطبين مرة كثير، خاصة لبشرتكم زي شوي جافة. خلطتهم مع بعض، حطيتهم مرش، حطيت شوية مرة وشوية شسنا البامور. ممكن تزيدوا مثلا موية وارد، ممكن تخففونه أكثر، حطوا بالثلاجة ويعني بخوا منه كل فترة، يعني مثلا قبل ما تنامين أو ما تقومين. وأنا أحب هذا اللي فيه زي الرشاش، بس أنا ما عندي إلا كذا. هذول عد العلبتين الفاضيات هم اللي راح أسوي فيهم الخلطة، راح أطحن هذولي والبان المر والمرة، راح أطحنهم، راح أخلط معهم أشياء وأحطهم زي الكريم كذا. بعدين نجي لليوم الثاني، قررت أني أغير شوي بنظامي الغذائي، ودي أرجع لنظامي حق أول. فوش كنت أنا أول يوم نظامي الغذائي السابق، لما يعني كنت مرة ملتزمة بالنظام، كنت أشرب كمية كبيرة من الموية، بس تعرفون علب موية الصحة ما تدرين كم شربتي. فقررت أني أجيب هذه العلبة مطارة، يعني سعتها لتر، قلت عشان أقدر أعرف كم شربت من الموية، أعبيها كل ما أخلص وأشرب. يعني تقريبا كنت أشرب من 3 إلى 4 لتر. إن شاء الله يا رب أقدر أرجع زي أول. هنا بعد قلت خليني أول ما أقوم، أول ما راحوا عيالي المدرسة قلت بمشي شوي على السير، أنا بعد العشاء كذا لما يلطف الجو أطلع والله أمشي، بس قلت خليني بعد أمشي الصباح، لأنه مرة يمدحون المشي الصباح. سبحان الله يا بنات فعلا مشيت شوي، بس يمكن ربع ساعة، خليته شوي على السير. تعرفين يعني برا ما تقدرين تسرعين، خليته يعني شوي على جري شو اسمه، وحسيت مرة بنشاط، مع اني كنت ناوية ارجع شوي انام. خدت لي شاور، بعدين لقيت نفسي نشيطة، قلت خليني اسوي الكوكيز الصحي، لان يعني عيالي حتى وبناتي قاموا يقولون نبي اسوي لنا. وقلت بعد فرصة اني اوريكم من هذا الجهاز تقدرين تسوي فيه اي شيء ثاني، لان جاني اسئلة كثيرة يقولون يعني نقدر نسوي عليه غير هذا، نقدر نسوي فيه المعمول. اي تقدرين تسوين فيه المعمول، تقدرين تسوين فيه بيتي فور، تقدرين تسوين فيه بسكوت. وانا سويت فيه اليوم الكوكيز الصحي. وكثير بعد يا بنات تقولوا لما تشوفون فيديو، انا يعني زي ما انتم بتشوفوني يعني احيانا اكرر الوصفات على حسب اللي يجيني في يومي، يعني اكون كتبتها قبل، لكن يجيني كثير كومنتات وانت ما تكتبين المقادير الا اكتبها انا بس، يعني يمكن يكون فيديو سابق، لكن علشانكم خلاص بصير اي وصفه اسويها راح اكتبها بالمنتدى، راح احط الصوره كذا واكتب تحتها المقادير ولا يهمك وانا تزعلون. هذا عاد اليوم سويته الكوكس صحي، ومرة يا بنات طلع يجنن، شكله مرة حلو، وحبيت انه في الجهاز لما حطيته في الجهاز ذابت مرة الشوكولاتة واختلطت مع الشوفان، طلع طعمها جدا جدا لذيذ. طبعا المقادير كانت تمر، نص كوب تمر، وحطيت بيضة، وحطيت كوب شوفان، وكوب ثاني شوفان مطحون، حطيت شوية قرفة، حطيت المطيبات اللي هي ملح، ملح، خلطتهم مع بعض. وبعدين أضفت بعد شوية دقيق أسمر، إذا حابين دقيق أبيض أو دقيق أسمر، أنا حطيت دقيق أسمر. وبعدين حطوا على الشوكولاتة اللي أنتم تحبون، أنا حطيت الشوكولاتة ما لقيت صراحة عند البقالة، ولا أحيانا بنات يجيبوا لي الدارك اللي مكتوب عليها دارك، لكن هذه ما لقيت اللي مكتوب عليها قليلة المحلات، يعني شوي مو مرة، يعني فيها حلا بس قليل. وبعدين شبكت الجهاز وسويته فيها. طبعا يا بنات ما يطول أبدا الجهاز. أنا عاد أحس لكم يعني تقييمي لهذه الأجهزة، كان عندي كم من جهاز قبل أنا كنت شريتهم، زي جهاز الدونات، كنت شريت جهاز للدونات، صراحة ما تعيش طويلة يا بنات، ما يعيشين هذه الأجهزة فترة طويلة، خاصة إذا كنتي بتستخدمينها دائما. مع إني والله جهاز الدونات اللي كان عندي ما كنت استخدمه كثير، يعني ما استخدمته إلا يمكن 3-4 مرات وخرب.
فيعني ما أضمن لكم، لأن جاءنا أسئلة كثيرة على الجهاز، ما أدري صراحة عن طول يعني طويل عمره أو لا، لكن عموما أغلب الأجهزة الحين صراحة عمرها قصير مرة، ما تتعدى السنتين، عشان يبون الناس يبتلون يشترون أجهزة جديدة. خلاص خلطت حبيت إني أكورهم عشان أحطهم كلهم مرتين، مرة واحدة يعني، حطيت أول رد بعدين رجعت مرة ثانية حطيت رد ثاني. طبعا ممكن تزينونه بأي شيء، ممكن تزينونه بلوز مبشور، ممكن تسوونه ببيكان، ممكن تسوونه جوز البيكان، ممكن تسوونه بالمثلا جوز الهند الرطب. أنا اليوم حطيت جوز البيكان، حطيت على حبة كذا بالآلة، ثم رصيت فوقه كورة الكوكيز، وبعدين طلع مرة شكله لذيذ. بس أنا حصل لي موقف، جيت بطلعهم كذا بعود الأسنان لقيتها أنها لينة شوي، فقلت خليني أشيل الجهاز كذا وأقلبه، لكن صارت حار، يعني صار حار مرة الكوكيز ولين بنفس الوقت، وما يصلح تحركينه لأنه مو بزي الكوكيز العادي. فلما نزلتها كذا مرة واحدة إلا من شلون يعني صارت لينة العجينة وخرب الشكل شوي، لكن رجعتها بسرعة للآلة وحاولت أرصها من جديد وأشوى، يعني نجحت الخطة. لكن راح تشوفونه من خلال هالفيديو كيف صار. أهم شيء كورتها، وبعدين راح أحطه بالجهاز. طبعا لازم الجهاز تسخنينه قبل، لازم تفتحينه شوي عشان يصير حار، ما يكون بارد، ما يصلح يكون بارد. وإن شاء الله مرة ثانية ودي أجرب المعمول، واللي طلبته مني بنات جوز حلى جوز البيكان إن شاء الله بسويه، يمكن يسويه الفيديو القادم أو اللي بعده، بشوف إن شاء الله. واللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلاص يعني أقول لكم كورتها كذا، وطبعا نسيت أقول لكم يا بنات مع المقادير زبدة، إن شاء الله بإذن الله بكتبها بالمنتدى. خلاص هنا زي ما قلت لكم، أول شيء حطيت حبة الجوز البيكان، حطيتها مع حبة الكوكيز، بعدين لقيت إنه أسهل إني أحطها بالجهاز كذا، أرصهم أحط حبة الجوز وأرصها يعني أحط عليها الكوكيز وأرصها عليها وتطلع مرة مضبوطة. مرة يا بنات جربوه يجنن، سووه إذا كان عندكم أمهاتكم أو أخواتكم أو يعني عندهم سكر أو عندهم شيء، ممكن تقللون يعني، بعضكم يقول لا فيه تمر، طيب التمر يعني بعد يعني ما يصلح المرض السكري، لكنه يظل أفضل من السكر العادي لأنه هو شيء طبيعي سبحان الله. وبعدين تقدرون تستغنون عنه، تقدرون تستغنين عنه، تقدرين تحطين ستيفيا إذا حابة أنك ما يصير فيه حلى أبدا. وحتى عندي طريقة كوكيز كنت سويتها من زمان مرة بالقناة، اللي هي بزبدة الفول السوداني، إن شاء الله يا رب أتذكر وأسويها معاكم مرة مرة مضبوط ولذيذ وما شاء الله يشبع إذا كنت تسوين حمية، إن شاء الله يا رب أتذكر وأسويه معاكم مرة. زي ما انتم شايفين شلون أرصها كذا عشان تاخذ الشكل، وترى يا بنات ما تطول أبدا أبد، وانتي واقفة عندها ما يمديك يمكن تقصلين يدك ترجعين إلا هي مستوية، والريحة ما شاء الله لا إله إلا الله مرة حلوة. خلاص رصيتهم، حطيت البيكان ورصيت عليها حبات الكوكيز، سكرت عليها شوي، وبعدين البخاخ عادي بنات هذا اللي عندي تراه زيرو، يعني ما فيه أي سعرة حرارية، مرة ممتاز، بدي يخلص صراحة، وراح أجيب إن شاء الله منه علبة ثانية. عندي بعد بخاخ ثاني بالزبدة بس إنه لا فيه سعرات كذا، سويت لها اختبار لقيتها إنها شوي لا تبيلها، تبيلها شوي، بسكر عليها وأخليها. هذول أقول لكم شكلهم بعد ما صار عليهم الحادث. شوي تقطعوا، لكن الحمد لله يعني تحشيت هالموضوع لما سويت الرد الثاني، وهذا هو ما شاء الله صار جاهز، حطيتها بالعلبة. بالعافية عليهم. بعدين لما لقيتني خلاص نشيطة وما فيني نوم، دقيت على بنتي وقلت لها يلا تعالي. صراحة بنفسي إلى الحين أروح للمملكة، لأننا رحنا إذا كنتوا أنتم متابعاتي
بالفيديوهات اللي قبل إذا تذكرون أنا رحت للمملكة لقينا المحل اللي إحنا كنا رايحين لما مجمع المطاعم كان مسكر، قالوا خلاص إحنا نسكر الساعة 7 المغرب. فرحنا مع البنات، رحنا للمملكة الصباح، والسلام يا بنات على طلعة الصباح. ما أحكي لكم كيف الجو كان، اللهم لك الحمد لك الشكر، مرة تحسن الجو في الرياض، بس شوي الشمس لكم عليها شوي حارة، لكن الأجواء مرة حلوة والهواء يعني سبحان الله واضح أنه تغير. شو اسمه، رحنا وهذا اللي أقول لكم مجمع المطاعم كان في الدور الثاني، صراحة روعة روعة مرة المكان، مرة مرة جميل، وهو يعني في مجموعة كبيرة من المطاعم، صراحة ما قدرت أحصيهم وما أعرف يعني أحفظ الأسماء، لكن قلت خليني أخذ لكم كذا شوي مقتطفات، ويمكنني في السناب صورت أكثر يعني أسهل صراحة سناب. كنا بنجلس، اخترنا قلت البنات نبي نجلس هناك عند يعني تطل على برا، مرة كان المنظر حلو، ورحنا جلسنا هناك، هذا هو يجهز لنا الطاولة، لأننا قعدنا انتظرنا شوي كانوا في ناس قاعدين، لأن الأماكن اللي كذا على المطل كلها محجوزة. يجنن المكان، غيرنا مكاننا، كنا قاعدين بالوسط بعدين غيرنا. ايش رايكم؟ اخيرا وصل دورنا. انا من زمان جاي فطوري قهري، خلصت احنا تو يجي نوروان. هذا الفيو، خلصنا وطالعين، يا رب نلحق قبل ما تجي وسن. خايفين منها البنات، ودهم نقعد نتسوق بس انا خايفة من وسن. طبعا تعرفون الطرق زحمة بالرياض، لكن الحمد لله استخدمت أقوى سرعة عندي، سويت لهم الغداء، سويت الرز، سويت معاه إدام البامية، وسويت الدجاج، اللهم لك الحمد لك الشكر، والحمد لله تغدى وعينوا خير، وهذا الدجاج خلاص توي مطلعته من الفرن، خلاص هنا قصرت عليه على الرز، والحمد لله المرق صار جاهز، والدجاج رحت عاد أصلي الظهر علشان عاد بعد الصلاة أحط لهم الغداء. ما صبرنا بنذوق الكوكيز. أحس هو يحتاج تحمير زيادة. بالفرن إذا حمرتيه يصير ناشف كذا، يجنن متحمر والشوكولاتة بعد ذابت، لاحظتنا ذابت الشوكولاتة بالآلة. وهنا عاد أختم معاكم يا متابعاتي الجميلات الفيديو حق اليوم، يا رب أنكم تكونون استمتعتوا معي بالفيديو واستفدتوا، لا تنسون الاشتراك ولا تنسون الضغط على زر الإعجاب لأنه يدعم القناة ويعني يحثني على استمرار، وأشوفكم فيديو قادم ومع السلامة.